الحمد لله على نعمة الإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الأعلام. قال الله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابْنِ لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال تعالى مخبرا عن قول فرعون: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فلما يئس موسى عليه السلام من إيمانهم وإيمان فرعون دعا عليهم وأمن على دعائه أخوه هارون عليهما السلام، فقال في دعائه: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. واستجاب الله تعالى لهما فمسخ أموالهم فصارت حجارة على ما قيل. ولما طال الأمر على نبي الله موسى عليه السلام أوحى الله تبارك وتعالى إليه يأمره أن يخرج ببني إسرائيل من أرض مصر ليلا ويذهب بهم إلى أرض فلسطين، وأمره أن يحمل معه تابوت يوسف بن يعقوب عليهما السلام ويدفنه بالأرض المقدسة. فتجهز موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، وكانوا يزيدون على 600,000 غير الذرية، فخرج بهم في الليل سائرين في طريق البحر الأحمر على خليج السويس، وأخذوا يجدون في السير حذرا من فرعون وظلمه وطغيانه. ولما استيقظ فرعون علم بخروج موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل من مصر، فجهز جيشا كبيرا عرمرما حتى قيل كان فيه 100,000 فارس، وكان عدد جنوده يزيد على 1,600,000 جندي. وتوجه فرعون بهذا الجيش الكبير طالبا بني إسرائيل وموسى عليه السلام يتبع آثارهم، يريد كيدهم والبطش والفتك بهم، فأدركهم في اليوم التالي عند شروق الشمس. ولما تراءى الجمعان وعاين كل من الفريقين صاحبه ورآه ولم يبق إلا المواجهة والمقاتلة، شعر بنو إسرائيل بالخطر المدلهم، فالبحر أمامهم والعدو خلفهم وفرعون وجنوده يريدون الفتك بهم، فضجوا بالعويل والصياح وقالوا لموسى عليه السلام وهم خائفون: إنا لمدركون.
ولكن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي أمره بالخروج ببني إسرائيل من مصر سينصره، فأخذ يسكن روعهم، ولما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمر واقترب فرعون وجنوده من بني إسرائيل وموسى عليه السلام، عند ذلك أوحى الله عز وجل إلى موسى الكليم عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر، فأخرج عليه السلام عصاه وضرب بها البحر، فانفلق البحر بقدرة الله 12 فرقا، وكان كل فرق كالجبل العظيم، وصار فيه 12 طريقا، لكل سبط طريق يسيرون فيه. وأمر الله موسى عليه السلام أن يجوزه ببني إسرائيل، فانحدروا فيه مسرعين مبادرين مستبشرين بنصر الله، بعد أن أصبح البحر يابسا ممهدا، بعد أن رأوا بأم أعينهم هذه الآية والمعجزة العظمى التي تحتار لها عقول الناظرين. فلما جاوزه موسى عليه السلام وجاوزه بنو إسرائيل وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه، وكان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه ووصولهم إليه، أراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه حتى لا يسلكه فرعون وجنوده. فأوحى الله تعالى إليه أن يتركه على حاله ساكنا على هيئته، لأنه يريد إغراقهم فيه كما قال الله تعالى: واترك البحر رهوا، أي ساكنا على هيئته التي هو عليها. وامتثل موسى عليه السلام أمر الله وترك البحر على هيئته وحالته. فلما وصل فرعون إلى البحر وانتهى إليه، رأى هذه المعجزة والآية الباهرة وعاينها، وهاله هذا المنظر العظيم، حيث كان ماء البحر قائما مثل الجبال، وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذه الآية العظيمة من فعل وخلق الله سبحانه وتعالى. ولكنه لم يذعن لقيمة البرهان العقلي على صدق موسى عليه السلام، وأخذته العزة بالإثم، وأظهر أمام جنوده التجلد والشجاعة، وأخذ يشجع جنده لاقتحام البحر أمامه من أجل أن يفوز هو بالنجاة، ولكن لا راد لقضاء الله، فقد جاء ملك من السماء، قيل هو جبريل عليه السلام، فقاد فرس فرعون جهة البحر، فلما رآه الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين. فلما أصبحوا جميعهم في البحر وقد هم أولهم بالخروج منه، عند ذلك أمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر. فلما ضربه موسى عليه السلام بعصاه ارتطم البحر عليهم كما كان، وعادت أمواجه هائجة كما كانت، فهلكوا جميعهم بالغرق ولم ينج أحد منهم.
والله عزيز ذو انتقام. قال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وقال تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. ترقبوا قصة غرق فرعون في الحلقة القادمة بإذن الله، فإلى الملتقى، نستودعكم الله.